السن واديبو يفوز على تشيكجا بهدفين ويستعيد صدارة الدوري، والعميد الاكسر يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة تفرق زينة. نادي الوئام يتمكن من قلب تأخره أمام نادي الدز بنتيجة هدفين لهدف، ونادي المناشاة يفرض تعادل لشاب بهدفين لمثله على نادي الشرطة الوطنية. انطلاق منافسات البطولة الجهوية لكرة القدم بالولاية الشمالية بملعب ملح في مقاطعة جنين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى تفاصيل نشرة اخبار قناة الرياضية والتي تأتيكم على قناة الموريتانية الاولى والثانية. فاز مساء امس نادي افسين واديب على ضيفه نادي تشيكجا بنتيجة هدفين دون رد من احداث الجولة 15 من الدوري الموريتاني لكرة القدم سوبر اول. المباراة التي اقيمت على الملعب البلدي بمدينة واديب جاء شوطها الاول حماسيا من الجانبين وانتهى بتعادل سلبي، وفي الشوط الثاني بادر اصحاب الارض بتهديد مرمى الضيوف وتمكنوا من إحراز هدف التقدم مطلع الدقيقة 47 عن طريق المهاجم حمية طنجي، وضعف زميله ياسين الشيخ الولي نتيجة بهدف ثاني للبرتقالي مطلع الدقيقة 78. بهذه النتيجة رفع أفسين واديب رصيده إلى النقطة 28 في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد تشيكجا عند النقطة 18. تمكن العميد الاكسر من تحقيق فوز مهم جدا على حساب نادي تفرق زينة في المباراة التي احتضنها ملعب شيخة الويدية بنتيجة هدفين دون رد من الجولة 15 من الدوري الموريتاني لكرة القدم سوبر أول. جالو فوسيني افتتح النتيجة للعميد الاكسر في الدقيقة 21، وضاعف زميله أحمد كامرا النتيجة بهدف ثاني مطلع الدقيقة 71. بهذا الفوز رفع أبناء المدرب توغولي ديسونيكوني رصيدهم إلى النقطة 14 في حين تجمد رصيد تفرق زينة عند النقطة 25. وفي نفس الجولة فرض نادي كيهيدي تعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه نادي سنيم كانسادو في المباراة التي أقيمت في الملعب البلدي بمدينة واديبو. نادي سنيم كانسادو كان السباق للتهديف عن طريق ظهيره الأيسر بابا ساغو مطلع دقيقة 13، وقبل أن يعلن الحكم عن نهاية اللقاء ارتكب حارس مرمى سنيم هفوة قاتلة استغلها كويتا الشيخ نحمه الله مسجلا هدف التعادل للضيوف. تعادل شعل رصيد سنيم كانسادو يصل الى النقطة 19 في حين رفع نادي كيهيدي رصيده الى النقطة 16. وعلى ملعب الشيخة والبيدية استقبل نادي كينغ نواكشو ضيفه نادي الكيديا من الزويرات، هذا اللقاء انتهى بالتعادل السلبي وفشل لاعب كينغ نواكشوط في تحويل الفرص التي اتيحت لهم الى اهداف، كما لم ينجح لاعب الكيديا في زيارة الشباك لينتهي اللقاء على وقع البياض. تعادل رفع رصيد كينغ نواكشوط الى النقطة 28 في حين رفع نادي الكيديا رصيده الى النقطة 25. Yeah!
تمكن النادي الوئام من قلب تأخره أمام نادي الدز بنتيجة هدفين لهدف. صنبفال ناصر الدين افتتح التسجيل للنادي الدز في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني تمكن النادي الوئام من تسجيل هدفين، الأول من توقيع محمد مبارك غوشي في الدقيقة 47، والثاني من توقيع صيدو باري في الدقيقة 86. فوز رفع رصيد الوئام إلى النقطة 21، في حين تجمد رصيد الدز عند النقطة 11 في قاع الترتيب. ضمن الجولة 15 دائما فرض نادي المنى جاه التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نادي الشرطة الوطنية في المباراة التي أقيمت على ملعب الشيخ والبيدية. أبيلي محمد نوح افتتح النتيجة لصالح الشرطة الوطنية قبل أن يعادل عبد الله النتيجة لأبناء المدرب سيدي محمد والمحمد عبد الله. نتيجة رفعت رصيد الشرطة إلى النقطة 20، في حين وصل رصيد نادي جاه من المنى إلى النقطة 20. انطلقت مساء امس بملعب ملح في مقاطعه تجنين بولايه نواكشوط الشماليه منافسات البطوله الرجاويه لكره القدم بالولايات الشماليه. وتعرف هذه البطوله التي اشرف على انطلاق مبارياتها رئيس العصبه السيد احمد الرهين محمد الرهينه وعمده بلديه دار النعيم السيد مومو القطب المومة وعدد من اطر القطاع الرياضي بالولايات الشماليه. تعرف مشاركه اربعه انديه تمثل مقاطعه دار النعيم وتعرف وتجنين، وستجري الفرق الأربعة المشاركة في البطولة 15 مباراة وفق نظام الذهاب والإياب قبل أن يتم التعرف على الفريقين اللذين سيحتلان المراكز الأولى، حيث سيتأهلان إلى دوري القسم الثاني سوبر 2. المباراة الافتتاحية لهذه البطولة التي جمعت بين فريق البراكنة وفريق نجوم تجنين تميزت بفوز فريق نجوم تجنين بنتيجة 4-3. هذا وقد تم خلال حبل انطلاق البطولة توزيع العديد من الشهادات على المشاركين في الدورة التدريبية المنظمة في مجال الإدارة الرياضية والتحكيم، وكذا تسليم جوائز البطولات السنوية البطولات السنية أقل من 15 و17 عاما للمتوجين بها على مستوى الولاية الشمالية. وخلال حفل افتتاح البطولة الجاوية لكرة القدم على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية أكد كل من رئيس العصبة السيد محمد الرهينة وعمدة بلدية دار نعيم السيد مومو والقطب المومة على أهمية هذه البطولة الرياضية في دعم المواهب والأندية النشطة في مجال كرة القدم بالولايات الشمالية. يشرفنا حضوركم اليوم هذا الاحتفال الرياضي والمتمثل في افتتاح البطولة الجهوية لكرة القدم للولايات الشمالية في نواكشوط، ومشفوعا بتقسيم الجوائز على الفائزين في البطولات الجهوية للفئات العمرية الصغيرة، وكذلك تقسيم شهادات المشاركة في المجال الإداري والرياضي والتحكيم. أطلب من هذا المنبر كل المؤسسات العمومية والخاصة دعم هذه الأندية، كما أطلب الاستثمار في هذا المجال نظرا لأنه أصبح رافدا اقتصاديا من أقوى الروافد الاقتصادية العالمية.
وكذلك دعامة لوحدة الشعوب. أشيد بالمجهود الذي بذلته العصبة من أجل تطوير كرة القدم التي أعتبرها من الأمور التي توحد المجتمع، وهي بالنسبة لي تعبير واضح عن الوحدة الوطنية. جميع الفئات موجودة وهذا يعتبر لوحة للوحدة الوطنية. كما أطلب من رجال الأعمال الموريتانيين دعم الشباب ودعم كرة القدم والاستثمار فيها، وأرجو لجميع الأندية التوفيق. استضاف مدمر السباقات الفروسية بمقاطعة تفرق زينة في ولاية نواكشوط الغربية منافسات السباق الشهري الذي تنظمه الاتحادية الموريتانية للفروسية. مطلع كل شهر السباق امتد على مسافتين، وقدمت في ختامه جوائز مالية للخيال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من كل مسافة. سعيا إلى تقوية ورصلة برياضة الفروسية باعتبارها إحدى الرياضات الأصيلة الحاملة لموروث وقيم وتراث هذا البلد وساكنته، يأتي السباق الشهري المنظم من قبل الاتحادية الموريتانية لرياضة الفروسية. السباق الذي استضافه مدمار الفروسية الواقع غرب مقاطعة تفرق زينة بولاية نواكشوط الغربية شمل مسافتين، الأولى منهما امتدت على مسافة 1200 متر والثانية على مسافة 1800 متر. الاتحادية الموريتانية للفروسية تقوم بسباقات اليوم السبت الأول من كل شهر، وهذه السباقات يتكونوا سوى سباق سرعة 1800 متر و 1200 متر، وتقوم فيهم الاتحادية بتقسيم جوائز، لأن الاتحادية عاد تعدل السباق في مدمار خاص بالاتحادية. مسافة المدمار 2200 متر، والمدمار على شكل دائري يقوم فيها السباقات، وهذا المدمار يمكن المشاهدين انهم يشوفوا السباق كامل من البدايه لين النهايه، متماشين مع الخيل ويشوفوا السباق لين النهايه. وكيف تعرفوا الاتحاديه مولي في السنه تعدل السباق قدره والتحمل مره في السنه، وتفهم نشاطات اخرين بما فيها اليوم الاستقلال في نشاطات يعدلوا للسباقات الخيل، وحتى الاتحاديه في هاي الاونه الاخيره حضرت في مهرجان بالتنسيق مع مهرجان معدل من كندا، وحضرت له وشاركت فيه الاتحادية وقامت فيه بدور مهم، وإن شاء الله متباركين مع الاتحادية أنها تم تحضر في السباقات الدولية خصوصا في الدول المجاورة. سباق السرعة شهد فوز الجواد البراق لمالكه المصطفى الفاطمي بالمركز الأول عن مسافة 1200 متر، فيما حل الجواد السعاية لمالكه مولود للتنكراش في المركز الثاني، والجواد صدام لمالكه الحبيب المليح في المركز الثالث. وفي مسافة 1800 متر حل الجواد غزالة لمالكه مولود التنكراش في المركز الأول، فيما حل الجواد نصر الله لذات المالك في المركز الثاني، والجواد الدرجة لذات المالك أيضا في المركز الثالث. هذا وقد شهد سباق 1200 متر مشاركة 10 أحصنة، بينما شاركت 7 جياد في سباق مسافة 1800 متر، وذلك خلال هذا السباق الذي دار داخل هذا المدمار الدائري لسباقات الفروسية الذي تبلغ مسافته 2200 متر. ختام نشرة الرياضة مشاهدينا الكرام إلى التذكير بالعناوين. أفسن وأديبو يفوز على تشجيع بهدفين، وسعيد صدارة الدوري والعميد ركسر يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة تفرق سينا. نادي الوئام يتمكن من قلب تأخره أمام نادي الدز بنتيجة هدفين لهدف، ونادي المنى جاها يفرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نادي الشرطة الوطنية. انطلاق منافسات البطولة الجهوية لكرة القدم بالولايات الشمالية بملعب ملح في مقاطعة تجنين. ختام النشرة الرياضية مشاهدينا الكرام التي تابعتموها على القناة الأولى والثانية وعلى قناة الرياضية. هذه تحية رياضية مني ومن الفريق العام. للقاء.